وحدة من جيشنا الباسل تعثر على نفق في منطقتي جوبر والقابون بطول 500 متر، مزود بغرفة للقيادة ومجهز بحواسيب وأجهزة مراقبة. في إطار ملاحقتها للعصابات الإرهابية المرتزقة، عثر بواسل جيشنا في منطقتي جوبر والقابون على نفق بطول 500 متر. النفق يمتد من جنوب محطة الكهرباء في منطقة القابون باتجاه منطقة عربين وصولا إلى المتحلق الجنوبي. تم العثور على نفق بطول 500 متر يصل من جنوب محطة الكهرباء في منطقة القابون إلى منطقة عربين ويمر تحت المتحلق الجنوبي. وتبين أن النفق مزود بالكهرباء والمياه وجميع مستلزمات الحياة وبغرفة قيادة مجهزة بشاشات وحواسيب وأجهزة تحكم ومراقبة. مثل ما ملاحظين نحن ضمن النفق، يوجد في النفق عبوات ناسفة والمكان اللي كان على اليمين لتصنيع العبوات. وقد عثر بداخله على كومبريسات وأدوات تستخدم في أعمال الحفريات وعلى عدد كبير من الألغام والعبوات الناسفة. هون نهاية النفق تحت المتحلق الجنوبي، تحت المتحلق الجنوبي الذي يأخذ إلى مدينة عربين. تم بنهاية النفق تفكيك كاميرا كانت للمراقبة ومراقبة السيارات من أجل قنصة ومراقبة جميع المارة. هذه مدينة عربين مطلة بعد النفق، مثل ما ملاحظين مدينة عربين، وعلى يميننا مدينة جوبر. مثل ما ملاحظين هون مصنع لتصنيع العبوات الناسفة، وفي عنا عينة منهم برا، هاي المواد الأولية لتصنيع العبوات. هاي العبوات اللي بيتم تفخيخها